راجل مولود 1950 وهو ممثل مصري قدم أول أدواره في فيلم أحلام صغيرة، ثم شارك في العديد من الأعمال بعد ذلك. تخرج سيد رجب ابن منطقة السيدة زينب من كلية الهندسة، وعمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينيات ولمدة تزيد على 20 سنة. تزوج سيد رجب مرتين وتعرف على زوجتيه من خلال المسرح. كانت الزوجة الأولى شقيقة زميلته في المسرح، وفي البداية رفضته عائلتها، وأخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وقال له حسبما ذكر سيد رجب في تصريحات تلفزيونية سابقة، قال له لما تعملوا ثورة وتلغوا الفوارق ديت ابقى تعالى اتجوز بنتي برضايا. لكن سيد رجب لجأ للزواج دون موافقة والدها، وكتب كتابه عليها بمنزل بوسينة كامل وعماد أبو غازي، وظلت معه لمدة 13 سنة، وانفصل بعدها بسبب الفوارق الاجتماعية. أما زوجته الثانية فهي موظفة أمريكية كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف سيد رجب عليها خلال عمله وتزوجها بعد انتهاء زيجته الأولى. سيد رجب أب لشاب وفتاة، الشاب يسمى زياد والابنة بسمة، وهي حرم الفنان محمد السعدني، والذي شارك معه في مسلسل أبو العروسة في دور مهند. إيه، أشوف بقى صور نادرة مع زوجته، وهنا مع زوجته الأمريكية وابنه زياد على البحر، صورة جميلة. وادي هنا مع زوج بنته اللي هو الفنان محمد السعدني، شارك معاه في أبو العروسة. وادي بنته اللي هي بسمة، دي زوجة الفنان محمد السعدني. وهنشوف أسرار غريبة عنهم هنا في فرحهم، بسمة ومحمد السعدني. وادي هنا سيد رجب فرحان ببنته في يوم فرحها. وكشف الفنان محمد السعدني كيف التقى بابنة الفنان سيد رجب ومراحل تعارفهما معا، والتي انتهت بالزواج، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم أنها ابنة سيد رجب، وتقابلا عن طريق الصدفة عام 2009 حيث كان يعملان معا في الإخراج، موضحا أنه لم يكتشف أن سيد رجب هو والدها إلا بعدما أصبحا صديقين. وقال محمد السعدني في برنامج بيت ريا وسكينة الذي تقدمه الفنانتان بدرية طلبة وانتصار، قال سيد رجب يبقى حماية، ودي معلومة مش ناس كتير تعرفها، عشان ما بنقولش وهو راجل جميل قوي، مش عشان حماية، واحنا اصدقاء اصلا، تعرفنا على بعض في سيت كوم 6 ميدان التحرير، وكان جه ضيف معانا وقتها. وتابع بسمة ما كنتش اعرف انه ابوها او ان ابوها بيمثل اساسا، وكانت بسمة مساعدة مخرج في الوقت اللي انا كنت بخرج مسرح فيه، وكانت صديقتي وكنا في نفس السيت كوم وما نعرفش حاجة خالص، اتعرفت عليها لوحدها، وسيد رجب اتعرفت عليه لوحده في السيت كوم. واستكمل، هي ما كانتش كمان تعرف اني ممثل، ولما الناس كانت بتتصور معايا في الشارع كانت بتقول لي بيتصوروا معاك ليه؟ ما قلت لهاش هقول لها ايه دي؟ وبعدها اكتشفت اني ممثل. هنا في وسط الحلقة وهو بيضحك على كل المواقف ديت، هي فعلا عائلة غريبة جدا، محدش فيهم عارف حاجة عن التاني، مفارقة لطيفة يعني. من ناحية أخرى تحدث الفنان محمد السعداني عن معاناة عاشها بسبب الوزن الزائد، لافتا إلى خضوعه لجراحة من أجل فقدان الوزن. وقال محمد السعداني من 5 سنين كنت زدت جدا في الوزن وتعبت جدا، وانا فعلا بجد ما باكلش كتير، انا ممكن اكون برمرم يعني باكل حاجات ملهاش لازمة اللي هي الرمرمة يعني. وقال جالي سكر ووصل ل 500، وفي مرة قال لي الدكتور نحجزك في المستشفى، وقعدت اتعالج 2 سنين. وتابع الدكتور قال لي بقى نصيحة، قال لي روح اعمل عملية، قال لي الغدة عندك ما بتحرقش وانت اصلا ما بتاكلش، والعملية
اللي عملتها عشان اللي عندهم سكر، وهي تحويل المسار. ايه بقى تحويل المسار؟ قال هي احدى عمليات جراحة المناظير، والتي تتم عن طريق فتحات صغيرة في جدار البطن، تقوم بفصل جزء صغير من المعدة وتوصيله بالأمعاء باستخدام الدباسات والغرز الجراحية. أنا قعدت شهرين بعد العملية ما باكلش، وكنت بقعد تلت ساعة في كوباية عصير، وكنت بشرب شوربة، لكن دلوقتي ممكن أكل خفيف لكن على 6 وجبات، وخسيت 45 كيلو واستكمل. فرق معايا نفسيا إني خسيت، وفي إحساسي بالتوتر، وزمان كنت بعرق جدا عشان كان في دهون. الموضوع ده إداني فرصة أفضل في التمثيل عشان أقدر أنوع في الأدوار. ده حماه سيد رجب، وأدي هنا محمد السعداني مع حماه، يا ترى افتكرتوه؟ وكان محمد السعداني قد شارك سيد رجب في مسلسل الأب والعروسة بجزئيه الأول والثاني، والذي عرض الموسم الأول من العمل الدرامي عام 2017، وهو بطولة الفنان سيد رجب. ومن ناحية أخرى، قال الفنان سيد رجب أنه تعرض للاعتقال ودخول السجن مرتين، كما تعرض للضرب داخل المعتقل واتهم بالخيانة. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أنه دخل السجن بسبب مواقفه السياسية، لأنه كان يعتبر أن ممارسة السياسة فرض وواجب من أجل مصلحة الوطن، وأنه رأى استحالة الجمع بين العمل في السياسة والعمل بالفن. وبعد خروجه من السجن ظل فترة طويلة لم يطلبه أحد لأداء أي عمل فني. وأضاف سيد رجب أن التوافق بين السياسة والمسرح بعيد جدا، وكلاهما سيعطل الآخر، واعتبر السياسة واجب، ولكنه شعر أنه لو ترك الفن سيموت لأنه يحبه، ولذلك قرر ترك السياسة لصالح الفن. احتفل الفنان سيد رجب بخطوبة ابنه زياد على شروق، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك يوم السبت 10 يوليو 2021، وكان الحفل في جو عائلي، وهو الحفل الذي اقتصر على حضور أسرتي العروسين والأصدقاء المقربين نظرا لفيروس كورونا المنتشر حاليا. ألف مبروك، وربنا يتمم لهم على خير. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.